نروح بقى لخبر ثاني حلو، ولشان امبارح فريق العاب القوى بالنادي الاهلي تحت 20 سنه توج ببطوله الجمهوريه الكاس اللي اقيمت خلال الفتره من 9 ل 17 ديسمبر بالمركز الاولمبي بالمعادي. توج فيها فريق الاهلي شباب وشابات بالبطوله. فريق الشباب حقق 9 ميداليات ذهبيه و11 فضيه و10 برونزيات. شايف الارقام بيحصل هنا على المركز الاول في الترتيب العام، وبعدين بياتي بعد كده خلفه يعني نادي سبورتنج في المركز الثاني. لو رحنا بقى لمنافسات السيدات، تمكن الاهلي من الحصول على برضو المركز الاول في الترتيب العام بعد ما حصلت لاعبات الفريق 7 ميداليات ذهبيه و8 ميداليات فضيه و6 برونزيات فيما جاء الزمالك في المركز الثاني.